دار عمان، والرجل يعني أدهشه جدا هذا التسامح، لم يكن يتوقع أنه في العالم العربي تجربة بهذا الجمال. ما رأيكم؟ حتقول لي في أوروبا؟ والله ولا في أوروبا عاد، إيش رأيك عاد؟ ما احنا الحين وين احنا هذا؟ الشورى وين هذا الشارع؟ الشورى هذا الشورى في أوروبا، ها؟ طبعا ممكن تلاقي على بعد 200 متر مسجد آخر هنا يكفروننا، هذا الكافر الزنديق عدنان إبراهيم مثلا، هذا الشيعي الرافض الإيراني، واحنا في أوروبا ما استفدناش حاجة. لا، هذه دولة عربية عريقة ما شاء الله، كانت إمبراطورية طبعا، القرن التاسع عشر تقريبا، إمبراطورية واسعة جدا جدا. هذه فيها تجربة يستحق أن تدرس وأن نتعلم منها. لكن أيضا يعني أنا أرغب إليكم أن تدعوا لعمان وأهل عمان أن يجنبهم الله الفتن، فتن أهل الشقاق وأهل الفرقة وأهل إيه الفتن والعياذ بالله، لأنهم الآن بدأوا ينشطون في عمان وراسموا 60 سيف، ونسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يبير مقاصدهم. راسهم 60 سيف إيه؟ إلا أن إيه؟ أن تعيش عمان الفتنة كما يعيشه الآخرون. أنتوا أحسن منا في إيش أهل عمان يعني؟ فحنبعث لكم إيه أهل العلم تعوننا، أصحاب قاموس التكفير والتفجير والتبديع والتشريك والسباب والإخذاع والبذاء والعياذ بالله. فإحنا هنا بصراحة بكل يعني وله وبكل محبة وبكل صدق ودراعة نضرع إلى الله تبارك وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ عمان وأهل عمان وأن يجنبها الفتن وأن يمد ويبسط تجربتها على سائر بلاد العرب والمسلمين لنعيش جميعا إخوة متحابين متسالمين. وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عند خصوم معاي في مسألة علمية في مسألة غير علمية، الله يحكم بيننا، الحكم مش هنا أن أصفيك وأن تصفيني أبدا. وبارك الله فيكم وأجزى لكم العطاء. أحلامنا بالعلم والعمل تكسر بلا كلل نبنيها بالعمل.